تبدأ نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي غدا في استلام الأقماح من المحافظات والتي بدأت التوريد مبكرا، وهي بعض المراكز في جنوب سيناء وبعض المراكز في محافظة الفيوم وفي أسوان والوادي الجديد. هذا وأكدت الحكومة على أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر لاستلام القمح المحلي المنتج في هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة من والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله وحتى الآن. أشارت الهيئة إلى المميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ويمثل طفرة كبيرة في منظومة النقل واللوجستيات بالإسهام في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات. تشارك مصر اعتبارا من غدا الاثنين في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن واجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين. ستتحدث مصر بصوت البلدان النامية والإفريقية من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي، كما ستطرح رؤيتها في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، فضلا عن شرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي التي تمت مؤخرا لتمكين القطاع الخاص. قال محللون إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق. أسعار النفط بالفعل في الأسبوع الماضي وقد ساهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92 دولار و18 سنتا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي. أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي انخفاض الدين الخارجي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى 304 مليارات دولار. يذكر أن الدين الخارجي الروسي قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وشكل ما يقرب من 91% من حجم الاقتصاد الروسي، وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي حتى الأول من إبريل الجاري إلى 2100 دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005.